ثم نفخ فيه أخرى. من اللي ينفخ؟ إسرافيل، الصور، معه الصور، وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه النفخة الأولى فيموت من على وجه الأرض كلهم، ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، تطير الأرواح إلى أجسادها النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام من أين؟ من القبور، قومون من قبورهم.